ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرض طفل في العاشرة من عمره قبل يومين بمدينة وجدة إلى هجوم كلاب شرسة بإحدى المؤسسات التعليمية، نهشت جسمه بالكامل وأصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وفي تفاصيل الحادث، كشفت مصادر مقربة من عائلة الضحية أن الطفل البالغ 10 أعوام كان يلعب الكرة مع زملائه أمام إحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بحي الزرارقة بوجدة قبل أن تسقط كرته داخل المؤسسة ويذهب لاسترجاعها، لتهاجمه 3 كلاب حراسة من النوع الخطير، أحدهما بيتبول، في غياب صاحبها. وكشفت المصادر أن الكلاب هجمت الطفل ونهشت جسمه وأصابته بجروح جد خطيرة. وتسبب هجوم الكلاب على الطفل في ندوب بكافة مناطق جسمه، ولولا تدخل أحد المارة لكانت الإصابات أخطر، حيث تم نقله نحو المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة لتلقي تدخلات عاجلة قصد إنقاذ حياته. وتساءلت مصادر جريدة العمق الإلكترونية عن الجدوى من وجود هذا النوع الخطير من الكلاب بمؤسسة تعليمية، لا سيما وأن المغرب منع قبل أزيد من 2 امتلاك هذا النوع من الكلاب. بي جاي مع الطريق من جاي ضرب دوره، واحد المرأة لغات لي واحد المرأة قالت لي وليدي راهم في المدرسة راهم جوج كلاب راهم ياكلوا واحد البزيز. أنا يا ما عليا ما بيها، جيت فايت ديك كي قالت لي نط في هذاك الحماس ديريكت نجري ديك، طلعت فوق الحيط قد نشوف البزيه كلها، ديال البزيه كلها الكلاب بجوج، هذه رغيت لي واحد البزيه قلت اعطيني حجره، قال لي يا وليدي اعطيني حجره، ضربت ديك الحجره والو، عاودت ثاني زيت بيكالا ضربت بها والو، ضربت مردايه كبيره للراس وفي التالي هر فيه ولا لا ما في يدي واش يرمي ديك البيكالا، هو عنده قد نقافي بها، انا دايره هو مورايا وانا نقافي بالبيكالا باش ما يعضوش باش ما يدير. يا هذيك واحد جوج دراري عاودت ثاني مساكين ما نذكروش اسمهم، عاودت ثاني هما نقزوا قلت لهم اخوتي انتم هذاك الكلاب زيدوهم ليه وانا غادي ندي الاول تاريك يا مسكين، طلعتها فوق كتافي طلعت هذا الحيط هذا، شوف وصلت هنا للطريق هذيك جات الاسعاف جات داتو، قمنا باللازم هذاك راه كنقول